الآن الحكومة العراقية كيف تتعامل مع التواجد التركي في إقليم كردستان؟ هل هذا الوجود مشرعا بموجب مذكرات واتفاقات عراقية تركية، أم أن هذا الوجود يمكن أن يطلق عليه قوات احتلال؟ حقيقة احنا كنا نحس بالغصة، وهاي المشاعر اللي تتكلم بيها هي بالتأكيد يعني ما تخفى على الجميع. الموضوع يعني عنوان الرئيسي هو اختراق سيادة، هذا يعني واضح جدا، مهما نريد نتكلم مهما نريد نقول، حتى نعم. الأمور الدبلوماسية والقنوات الدبلوماسية عنوان الواضح هو اختراق سيادة. لكن هذا اختراق السيادة منين إجا؟ احنا إذا نريد نتكلم بصراحة لازم نشوف يعني شلون تجرأت تركيا على أن تخترق سيادة البلد. للأسف، وإحنا دائما حقيقة نقولها، وضعنا الداخلي هو اللي لا يسمح للتدخلات الخارجية. هذا شيء وأيضا ما خافي على الجميع، نحن نعيش في صراعات داخلية مهد لبيئة سهلة لعملية اختراق السيادة من أي جهة ثانية. اليوم نتكلم موضوع قد يكون عن تركيا، لكن احنا ما شاء الله منين مندور وجوهنا نشوف أكو خروقات بما فيها، قد نسمع أيضا الجانب الكويتي والحدود ما موجود على البحر وغيره. موضوعنا حقيقة يعني نعم. هذا الأمر لابد من معالجة دكتور. احنا راح نبقى بس نتكلم ونتألم؟ نعم، اليوم ما الكل يعرف القوات السورية التركية العفو تصول وتجول في دهوك وفي غيرها، وحتى ان اصدقائي يسولفون يعني يشوفون المسيرات فوق رؤوسهم على السطوح، هذه كلها قبل نقاط سيطرة، سيطرات ناصبين في الشوارع الرئيسية يفتشون متقمصين دور القوات العراقية. يا دكتور سؤال يا دكتور حيدر. نعم. أنتم كلجنة متخصصة بالعلاقات الخارجية استطلعتم رأي الحكومة العراقية، هل هذا الذي يجري متفقا عليه أم لا؟ وبالتالي ما هو موقف وزارة الخارجية العراقية عبر وزيرها السيد فؤاد حسين؟ هل لديكم استدعاء؟ هل لديكم حوارات مع هذه الجهات المختصة حتى تعطوا رأيا للناس عن ما يجري وموقفكم مما يجري؟ نعم، ما يجري حقيقة يعني ما يجري يبدو أن الأمر غير مسيطر عليه من الجانب العراقي. هسه احنا مرين نقول هو اتفاق يعني موقع او غيره، لا، وانما قد يكون هناك، نعم، اكو مشكله عندنا. احنا اليوم عندنا البككه موجوده ليهدد تركيا، تركيا تريد تعالج. تركيا بعد ما شافت الوضع يعني ما يتم معالجته من قبل الجانب العراقي بوضع العراق اللي كنا نعرفه، بدأت تتدخل. تعرف بأن الرد العراقي ما ممكن أن يكون إلا عبر قنوات دبلوماسية، في حين هي اتخذت آلة الحرب، دخلت بأدواتها العسكرية تريد تحمي حسب ما تدعي طبعا، وجانب من ادعائها صحيح. اليوم أكو حزب هم يسموه إرهابي، منظمة إرهابية، نعم، الآن أطلق عليه من جانب العراقي هو للأحزاب المحظورة، وما ممكن أن يعني يبقى حتى ما ممكن أن يبقى بالبلد، لأن اليوم تهديده لتركيا أيضا هو يعني خلاف للدستور. إحنا ما ممكن أن يكون ننطلق يعني نخلي أي جهة تنطلق من أراضينا لتهديد الدول الأخرى، هذا واضح في الدستور. المفروض حقيقة على الحكومة أن تتحرك، الخارجية للأمانة، الخارجية كل ما تستطيع هي أن يعني تتخذ القنوات دكتور حيدر الدبلوماسية.